أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية في بيان لها عن تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في الرياض في عملية استباقية. وذكر البيان أنه تم القبض على 5 أشخاص ومداهمة 3 مواقع مرتبطة بخلية داعش في الرياض، وقتل 2 من أفراد التنظيم في موقعين منفصلين. كما ذكر البيان أن الأمن ضبط مع الخلية أسلحة نارية ومواد كيماوية تستخدم لصنع المتفجرات. وقعت السعودية اتفاقا أوليا مع روسيا يمهد لشراء أنظمة صواريخ روسية مضادة للطيران من نوع S-400 إضافة لتصنيعها في المملكة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو. كما تشتري السعودية قاذفات قنابل يدوية AGS-30 ورشاش كلاشينكوف بالنوع AK-103. استهدفت غواصات حربية روسية متواجدة في البحر المتوسط مواقع عسكرية لتنظيم داعش في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وفي سياق متصل، استخدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية جديدة لريف دير الزور قادمة من محافظة اللاذقية في الساحل السوري، وذلك لتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الأسبوع الماضي. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير مدينة الحويجة، أحد آخر معاقل تنظيم داعش في العراق، مضيفا أنه لم يبقى أمام القوات الحكومية إلا الشريط الحدودي مع سوريا في غرب البلاد. وكانت القوات العراقية أعلنت في وقت سابق الخميس أنها استعادت السيطرة على وسط قضاء الحويجة من أيدي تنظيم داعش. قتل 13 شخصا وأصيب 20 آخرون على الأقل في هجوم انتحاري استهدف مزارا دينيا جنوب غرب باكستان. ووقع الحادث في منطقة جنداوة في إقليم بلوشستان الواقع على الحدود مع إيران وأفغانستان. وكان تفجير مماثل في المزار نفسه أوقع 35 قتيلا في عام 2005. أعلن رئيس النيجر محمد يوسفو أن بلاده تعرضت لهجوم من مجموعات إرهابية، مما أدى لسقوط عدد كبير من الضحايا، وذلك في تصريحات في أعقاب تعرض دورية مشتركة أمريكية نيجرية لكمين. وقتل 3 جنود أمريكيين وأصيب جنديان آخران في الهجوم الذي وقع عندما كان الجنود يساعدون الجيش النيجيري في عمليات مكافحة الإرهاب. قتل 7 أشخاص إثر هبوب عاصفة على شمال ألمانيا وشرقها، كما أصيب العديد من الأشخاص بجروح في برلين مع بدء تراجع قوة الرياح. نهاية الموجز، إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.